في النهايه ديالو، كانوا لاعبين بواحد الطريقه اللي مزيانه، وحنا فرحانين بهذا الفوز ان شاء الله، وكنتمناو المنتخب المغربي يحقق واحد المستوى نتيجه طيبه. حنا ما كنطالبوهمش بالفوز باللقب، ولكن يتقاتلوا معنا، يتقاتلوا معنا على التوني. حنا مش حال هذه ما شفناهم، هذه القتاليه وهذه الرجوليه، حنا فرحانين بزاف على الاداء ماشي على النتيجه، ومتاكدين ان هاد اللعيبه ان شاء الله غادي يخرج منهم المستوى، ومتاكدين ان شاء الله غنوصلوا لنهائيات كاس العالم. صراحه المقابله كانت مزيانه، وكنتمنى لهم التوفيق، والاداء ديالهم ديال المغرب الوطني ديالنا كان مزيان تبارك الله عليهم. بوفال من طبيعه الحال، حكيمي، النصيري، خلاص الجول واخا دار شي اغلاط كنشجعه من هذا المنبر. الاداء ديال المنتخب كان زوين، النصيري عجبنا وحيد منه الكعبه. اما بالنسبه لاشرف حكيمي فراه عوض لي ليونيل ميسي دابا حاليا، وتبارك الله حنا فرحانين دابا حاليا وخارجين مع المغاربه كاملين، ومازال ان شاء الله في الربع النهائي فاش نتقابلوا مع مصر ولا الكوت ديفوار ان شاء الله مذبوحه، وان شاء الله 2-1 ان شاء الله في الماتش الجاي. كان متوسط شويه، ولكن بعد الرجوع في المقابله كنا خسرانين، ولكن بعد الرجوع في المقابله فرحنا شويه بالهدف تعادل، ولكن اللي زاد فرحنا وحكي اشرف حكيمي، اشرف حكيمي هو اللي مارك هذيك الكوره، والمنتخب كان بغيوها بزاف، وراسنا في الواد يا سيدي، والواد وادك خدموا مزيان، ما عمرهم ما شفناهم خدموا ديك الخدمه، ومازال ان شاء الله غينجحوا، مازال ان شاء الله غينجحوا. نتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله، وكما فرحونا وهذا حتى هما يعني راه ماشي بالساهل ان باش بنادمي هذا، وانما الله يسهل عليهم. اجواء زوينه، خرجنا جلسنا في قهيوه نشطنا. تابعونا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.